بشأن مستجدات قضية انفجار ملفي بيروت وقرار وزير العدل تعيين محقق عدلي جديد، ينضم إلينا عبر سكايب من بيروت المحامي وأستاذ القانون الدولي الدكتور طارق شندب. دكتور طارق، بداية مرحبا بك، هل يجوز قانونيا أن يكون هناك بديل لقاضي التحقيق المكلف أصلا؟ مرحبا بضيوفك. لا أبدا أن يكون هناك قاضيا بديلا بوجود القاضي الأصيل الذي يقوم بواجبه على أتم واجب قانوني. وبالتالي المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار لم يقم أبدا بالتأخير بالقيام بأي عمل قانوني، سواء بالتحقيقات أو بالبدء بإخلاءات السبيل أو برد الدفوع الشكلية أو غير ذلك. إنما الذي يعطل التحقيق في جريمة المرفأ هو السلطة السياسية في لبنان، التي ترفض عبر وزير المالية أن تعين جزئيا بعض قضاة محكمة التمييز. والقاضي والوزير الذي يرفض التعيينات هو يتبع للثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل، حيث أوعزوا له وأعطوه الأوامر بعدم التوقيع على تشكيل هيئة محكمة التمييز، ومن هنا جاءت عملية التعطيل. والآن استكملت عملية التعطيل بطلب وزير العدل وباستجابة مجلس القضاء الأعلى للأسف إلى هذه السابقة الخطيرة في تطويق القضاء، والتي ساهم فيها مجلس القضاء اللبناني مجلس القضاء الأعلى بجعل القضاء اللبناني لعوبة بأيدي السياسيين، وهم الذين كانوا يطالبون باستقلالية القضاء. فإذا هم يرضخون للسياسيين ويرضخون للمطالب الحزبية ولمطالب تعطيل التحقيق ولعدم كشف الحقيقة، كل ما يريدون فعله هو ألا تنكشف الحقيقة، أن يتم تطيير القاضي بيطار كما تم تهديده سابقا من قبل حسن نصر الله زعيم ميليشيا حزب الله، ومن قبل وفيق صفا أحد زعماء الميليشيا. ورغم ذلك هي الآن السلطة القضائية للأسف تستجيب للسلطة السياسية. لا عجب إذا قامت السلطة السياسية بذلك، فهذا لبنان وهذا بلد الطوائف والأحزاب، ولكن أن تقوم السلطة القضائية أي مجلس القضاء الأعلى وبالإجماع بالموافقة على طلب غير قانوني لوزير العدل المستقيل في الحكومة المستقيلة تطرح إشكاليات كبرى قانونية ودستورية. والرأي القانوني والدستوري الصحيح هو عدم صلاحية الوزير لهذا الطلب وعدم جواز قيام مجلس القضاء الأعلى بالاستجابة لهذا الطلب غير القانوني وغير الدستوري. ولكن الذي حصل هو صفقة أدت إلى وأد ما تبقى من هيبة القضاء، إلى وأد استقلالية القضاء، إلى تحويل هذا الملف إلى ملف بات مكشوفا. طيب. وأعتقد أن كل الذين يتابعون ملف تفجير مرفأ بيروت وكل المجتمع الدولي والمحلي بات يعرف من يعطل وزير إذا كان قرار وزير العدل إذا كان مسيسا هو يعني بشكل مباشر لصالح من؟ وزير العدل يخدم الدولة التي عينته وزير العدل، وبالرغم من أنه كان قاضيا سابقا فهو يخدم أجندة التيار الوطني الحر الذي يوجد من أعضائه من هم موقوفين في هذه الجريمة، منهم بدري ظاهر وغيره مدير عام الجمارك وغيره، ويهدف إلى خدمة ميليشيا حزب الله التي تريد تطيير القاضي بيطار، ويهدف إلى خدمة ميليشيا أمل التي هناك وزير منها وزيرين متورطين حسب التحقيقات، وواحد صدرت بحقه مذكرة توقيف. كل عمليات التعطيل للتحقيق القضائي باءت بالفشل سابقا، سواء كانت عبر التهديد بوقف أعمال جلسة مجلس الوزراء عندما اعتكف وزراء حركة أمل وحزب الله لم ينجحوا، اعتكفوا عن حضور المجلس النيابي للنواب لم ينجحوا، نزلوا إلى الشارع أطلقوا الرصاص قتلوا الناس لم ينجحوا، هددوا المحقق العدلي طارق بيطار لم ينجحوا. الآن استطاعوا عبر هذه العملية التي تمت بالاتفاق بين مجلس القضاء الأعلى وبين السلطة السياسية ووزير العدل ومجلس الوزراء على ردم آخر ما تبقى من هيبة القضاء ومن كشف الحقيقة. لأنه لماذا؟ لأن القاضي طارق بيطار هو قاضي نموذجي في لبنان، لم يكن أحد من قبله ليجرؤ على التحقيق مع الطبقة السياسية الأولى في لبنان من رؤساء ووزراء ونواب وضباط يعتقد أنهم متورطون في تفجير المرفأ، ولم يرد أبدا على التدخلات السياسية، وهذا أمر غير مألوف في لبنان. لذلك تآمر عليه الجميع بطريقة غير قانونية، وهذا للأسف كشف عورة القضاء
وعورة السلطة السياسية في لبنان التي تهدف إلى المجرمين الذين ارتكبوا هذه الجريمة من كانوا والذين يريدون هذه الجريمة. شكرا. والذي قارب التحقيق هم وحركة أمل وكل المتضررين من أنصار. شكرا دكتور. عبر سكايب من بيروت المحامي وأستاذ القانون الدولي الدكتور طارق شندب، شكرا جزيلا لك.